السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في دورة الجات في درس جديد يقدمه لكم سامي بالطيب. حسنا، في هذا الدرس الثالث من هذه الدورة سنقوم بالتعرف على أمر أو اثنين أو حتى ثلاثة أوامر جد مهمة في الجات، يجب عليك الإلمام بها حتى تستطيع التقدم أو المضي قدما في استخدامه. حسنا، المشكلة الأولى بطبيعة الحال لا يمكننا تسميتها مشكلة طبعا، فلنقول أن الفرضية الأولى أن الجيت عندما يأتي نظام الجيت أو نقوم بتنصيبه على نظامنا سواء كان لينكس أو ويندوز أو ماك لن يتتبع أي تغييرات في المجلدات، ولن تكون كل المجلدات عبارة عن Git Directory، لن تكون مدعومة من قبل Git. حسنا، يجب علينا فعل أمر معين حتى نجعلها كذلك، فلنقوم بإنشاء مجلد جديد. أنا الآن على slash a، فلنقوم بإنشاء مجلد جديد وليكن Git Tuto. سأقوم بالانتقال إلى هذا المجلد. حسنا، المجلد فارغ كما ترون أو لا كما ترون، المجلد فارغ تماما. حسنا، لو قمت بعمل get status، get status، status هنا هو السب كوماند الخاص بالأمر get هو status. ماذا يعني؟ يعني أنه سيظهر لنا حالة المجلد من خلال الجيت أو لدى الجيت، ما هي الملفات التي نقوم بتتبعها، ما هي الملفات التي قمنا بعمل لها كوميت، بعمل أد، سنتعرف على كل هذا فيما بعد. لكن لو قمنا بعمل هذا، حسنا، سيظهر لنا خطأ ويقول not a git repository، هذا ليس repository خاص بالجيت. حسنا، ماذا يمكننا عمله حتى نقوم بذلك؟ يمكننا عمل الأمر التالي get init حتى نقوم init من كلمة initialize، حتى نقوم بتهيئة المجلد ليكون مجلد get أو get repository. حسنا، نضغط على enter، initialized empty get repository in، وأعطاني المسار الخاص به. حسنا، تم. لو قمنا بإلقاء نظرة، لا توجد ملفات. حسنا، سنقوم بإلقاء نظرة على ملفات المخفية، نجد هنا get، نجد هنا مجلد dot get، هو مجلد مخفي. لو قمنا بالدخول داخل get dot get ونقوم بإظهار ما داخله، حسنا، هذه المجلدات، هذا هو نظام get وكيف يقوم بتتبع الملفات. حسنا، كما ترون الآن قمنا بتعلم أمرين، هو get init كيف نقوم بجعل مجلد ما هو مجلد get أو get repository، وتعلمنا get status. حسنا، سنقوم بعمل get status الذي يكشف لنا حالة هذا المجلد لدى الget. سيقول هنا no commit yet، ليست هناك كوميت وإلى غير ذلك. حسنا، سأقوم بعمل مجلد، لا أدري إن كان الأمر تورتش سيعمل على الويندوز لكن سنجربه. حسنا، إنه يعمل. لو نقوم بعمل الأس، قد أنشأنا مجلد جديد واسمه index.txt، هذا جيد، فلنقوم بعمل get status. حسنا، بمجرد عملك get status سيقوم بالget بتتبع الملفات والتغيرات عليها، وسيقول لك هنا untracked files، وسيعطيك أمر إضافته وطريقة عمل commit إلى غير ذلك. سنتعرف على هذه الأوامر في الدروس القادمة. من هنا سيتتبع الget ملفاتك أو الملفات الخاصة بذلك الدايركتوري. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، نتمنى منكم تشجيعا والضغط على زر إعجاب الخاص بالفيديو على اليوتيوب ومشاركته مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.